مدينة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي، المدينة الثائرة التي نفضت عنها غبار النسيان حتى صارت شعلة الحراك السلمي في محافظة إدلب قاطبة. ما إن تطأ قدمك المدينة حتى تشعر بنبض ثورة السلمية فيها على مدى أعوام طوال مرت، في حين أصبحت السلمية لا تنفع في وجه آلات الحرب. تملأ الصور الكاريكاتيرية المعبرة والرسومات الساخرة جدران المدينة التي رسمت بأقلام أبنائها الثائرين الذين وجدوا فيها أداة لنقد التعامل الدولي مع قضيتهم، أو نقدا ذاتيا لما يحصل على الساحة السورية. ما بلشت الثورة لحتى يوقف الأمل فيها. المنظور اللي منطلع فيه للثورة، هل هي تقف عند إسقاط نظام أو عند استقرار حال سياسي اللي عم يحكي فيها لك على كل الأصعدة؟ لا، الثورة هي مثل ما قلت لك تغيير في طريقة العيش عند المجتمع السوري. طالما في ناس وهي موجودة ضمن المجتمع السوري تحمل هي الرؤية، ما راح يوقف الأمل. أبرز ما ميز فنون شباب الثورة في كفرنبل هو اعتمادهم الأسلوب الساخر في التعبير عن مجريات الأحداث الدامية التي يتعرض لها أبناء الشعب السوري كل يوم. وعلى الرغم من كل الألم والجراح، رسم رائد الفارس ورفاقه ابتسامة على وجنات الكبار والصغار في مختلف المناطق السورية الجريحة، ابتسامة اجترحها هؤلاء من رحم معاناتهم اليومية. أضحت لافتات كفرنبل ورسوماتها وأناشيد أهلها في التظاهرات علامة مسجلة منذ بدايات الحراك الثوري في سوريا حتى يومنا هذا، غير أن شهرة المدينة الثائرة جاءت من لافتاتها التي يصوغها الشباب بعبارات كتبت باللغتين العربية والإنجليزية. كان لقيامة السوريين في كفرنبل وقع آخر، حيث رفع رائد الفارس ومن معه من شباب المدينة لافتات هزت ضمائر كل من اطلع على مضامينها. شكلت عبر سنوات ثورة السورية ثمان حالة خاصة من الخطاب الفكري لثورة السوريين ونضالهم السلمي الذي لم يقفه أزيز الرصاص وانفجارات القذائف المتتالية حتى اللحظة. لكنها ليست المدينة الوحيدة، فهناك مدينة أخرى لها قصة وحكاية. معرة النعمان هي الأخرى كان لقيامة السوريين فيها طابع خاص يختلف قليلا عن مدينة كفرنبل، حيث انطلقت منها شرارة الثورة الأولى في مدن الشمال السوري، وكانت نقطة فارقة في العمل السلمي. في هذا المكان تحديدا قبل 8 أعوام خرجت مظاهرة شعبية، زاد عدد المتظاهرين فيها عن 10,000 متظاهر في جمعة العشائر. قابلتها قوات الأمن بالرصاص الحي والطائرات المروحية لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ المدينة. لم يثني رصاص الأمن وقمعهم من عزيمة أبناء المدينة التي ارتبط ذكرها منذ اللحظة الأولى بثورة السوريين التي تنبض أحياؤها بروح الثورة منذ عامها الأول. بقيت على مدى 8 سنوات المركز الرئيسي للمظاهرات السلمية التي يجتمع فيها أبناء المعرة مع ريفيها الشرقي والغربي، لتشكل مظاهراتها علامة فارقة في ثورة الشمال تبعتها انشقاقات من الجيش ومؤسسات الدولة، إلى أن خرجت المدينة بالكامل عن سيطرة النظام مطلع 2012. لكن المدينة أثارت غضب النظام لتقع ضحية القصف اليومي باستخدام الطيران الحربي والمروحي إلى جانب المدفعية والصواريخ. كانت مظاهرات شعبية، مظاهرات عفوية، نسمع في ضرب رصاص على مظاهرة بحمص أو في درعا، كانت الناس تحتقن وتطلع مباشر، ما كان في تجهيز للمظاهرة ولا تنسيق للمظاهرة، تطلع بشكل مباشر تأييد للمنطقة اللي فيها قتل، اللي فيها ضرب رصاص. ورغم محاولات النظام المتكررة للقضاء على سلمية الثورة باستخدامه العنف المفرط، فإن أبناء المعرة ما انطفأت جذوة الثورة عندهم، حتى لا تكاد تمر جمعة أو مناسبة إلا وكانت ساحة الجامع الكبير على موعد مع أبناء الثورة الأوفياء، موجهين رسائلهم إلى المجتمع الدولي وأبناء الثورة في باقي المدن السورية، حتى كان لمظاهراتهم طابع ثوري يتجاوز كل أشكال القمع من النظام حينا ومن فصائل المعارضة في حين آخر. يظل الصخب الدموي الذي عاناه أبناء الثورة السورية وثقل وطأته عليهم
هو الثمن الموجع لحركتهم الواثقة نحو الجديد، نحو المستقبل الذي لا صمت ولا خوف فيه، تتحقق فيه كرامة الإنسان السوري كما يتحقق هو ذاته على النحو الذي يطمح ويريد.